بالمناسبة بند الأكل والفطار والتعامل مع الأكل في رمضان أكيد هنرجع له، ده طبعا ملف في منتهى الأهمية. أنا بس عايز أخدك براه لثواني، هنتكلم برضو على موضوع بيخيالي إن هو يهم ناس كتير جدا طبعًا. سواء الرياضيين اللي بيلعبوا طبعًا. رياضات بشكل منتظم أو حتى الناس اللي بتروح الجيم باستمرار طبعًا. في رمضان الدنيا بتتكعبل، ما بيبقوش عارفين الصح إن إحنا نروح الجيم قبل الفطار ولا بعد الفطار، هل نلعب وإحنا صايمين ومفيش مية في جسمنا ولا نستنى لبعد الفطار، ولو بعد الفطار نروح بعد الفطار بكام ساعة. يعني الملف ده عموما فكره الجيم بالزبط. في رمضان لان في ناس يقول عارف كده يقول لك قبل الفطار احرق اقطع، انا بحس ان ده تعب جدا مش عارف. خلينا نوضحها بشكل علمي خلاص، نبسطها للناس عشان الناس تبقى فاهماها مش واخده اوردر. يعني أوكي. حضرتك احنا قعدنا صايمين 14 ساعه واحنا دلوقتي في الساعه اللي هي قبل الفطار اللي هي الساعه 15. حلو. الجسم ما فيهوش ميه فاوريدي الجسم في حاله جفاف. فحضرتك احنا لما بنروح نعمل رياضه اهم حاجه بتحصل اثناء الرياضه هي ايه؟ مية. ان انت تشرب ميه طبعا. وتشرب ميه كتير طبعا. ودايما احنا يعني في الميدل ايست دي مشكلتنا شرب الميه. لو روحنا ناحيه الغرب شويه بيروحوا الجيم، يعني لما بنسافر بره لو حد سافر بيروحوا الجيم بجالونز مش بازايز خلاص. فاحنا اوريدي دي عندنا مشكله او عندنا ان احنا مش فاهمين قد ايه الميه مهمه. فالساعه ال15 دي الجسم بيحتاج لكل نقطه ميه فيها، فانا ازاي هروح التمرين اخلي الجسم يتخلص من شويه الميه اللي هم اساسا بيعملوا سيرفايف، يعني بيحاولوا ينقذوا الاعضاء الداخليه بتاعه الجسم الاورجنز. فانا كده ده ممكن يسبب لضغط عالي، لهبوط حاد في الدوره الدمويه، ساعات يؤدي لمشاكل وفاه. وعلى فكره عندنا امثله من الممثلين ومن المذيعين يعني توفاهم الله اخر سنتين، في اخر سنتين الله يرحمه ممدوح عبد العليم كان اخرهم، وعمر صديقي طبعا الله يرحمه ويعني وكذا حد اتلحق. فده دليل على ايه؟ ده دليل ان ما ينفعش احنا عندنا نوع من الرياضه هو اللي ينفع قبل الفطار بين 30 ل 40 دقيقه فقط، وهو المشي. سواء كارديو او في تراك او هو كارديو، نوع من الكارديو اللو انتنسيتي اللي هو الخفيف. النقطه اللي حضرتك بتقولها دي يا جماعه يا ريت انا بطلب بس من الاعداد لو تنزل سترابا، لان دي في غايه الاهميه. ده تصريح عن كابتن شريف، الجيم قبل او الرياضه قبل الفطار في غايه يعني الخطوره، يا ريت دي نزلها عشان بجد ده موضوع فعلا يعني ناس كتير جدا بجد بنشوف ناس بتلعب كوره قبل الفطار، بنشوف ناس كتير اعرفهم حتى بيروحوا الجيم قبل الفطار. انا طول عمري بقول ان ده غلط، ده احساسي يعني من غير حتى هو فعلا هو فعلا غلط. بس هي فكره ان احنا رياضه الجيم حضرتك بتروحي تعملي ستريس على عضله معينه طبعا. فالستريس لما انا بروح اعمل مثلا سي انا عملت ستريس على البايسبس فانا لما بتمرن بشده عاليه بعد 10 دقائق ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فيها ماسل بامب. طب البامب ده العضله بتكبر جايز تكون الضعف كمان. طب ده بيحصل ازاي؟ نتيجه ان اللاكتيك اسيد بيروح يبعت ميه للعضله والقلب بيحس بستريس في عضله معينه فيبعت لها فلويدز، بيبعت لها دم، الدم ده بيبقى فيه الغذاء فبيروح موجهه على طول للعضله. طب احنا حضرتك محتاجين ده في مناطق تانية. طيب يبقى نروح الجيم بعد الفطار بقد ايه؟ مش اقل من 45 دقيقه وعلى حسب فطاري. انا لو فطران خفيف يعني كميه نشويات صغيره، كميه بروتين صغيره، كميه دهون صغيره خالص، اوكي ممكن ابتدي من اول 150 يعني اول ساعتين الا ربع كده خلاص، ساعه ونص ساعتين الا ربع يعني مش قبل ساعتين وابتدي شده التمرين شده التمرين تزيد. طيب في سؤال، لو مثلا انا هروح الجيم قبل الفطار على طول يعني مش هدي نفسي فرصه ان انا اتعب بقى، هل برضو غلط قبل الفطار على طول مثلا؟ غلط جدا، هو لو ربنا بيسلم فده يعني الحمد لله، الخطوره مالهاش علاقه بالتوقيت. لكن احنا بننصح دايما الناس اللي عايزه تنقص وزنها ان احسن ميعاد للكارديو عشان الجسم بيكون بيحرق من مخزون الدهون بنسبة أكتر من 100% النص ساعة اللي قبل الفطار. حضرتك أنا بتمشى بعمل كارديو تمشية شدة خفيفة، يعني ما عملش سبرانس، ما عملش حاجات شدتها عالية، هاي انتنسيتي هاي انترفلز، على الهادي يعني بالظبط. طيب بالنسبة للسيدات بقى، لأن السيدات يعني بنسبة أكبر أعتقد في رمضان ممكن يكونوا عرضة لزيادة الوزن، إنهم بيبقى عندهم مسؤوليات أكتر، حتى لو بتشتغل بيبقى عندها بعد كده إن هي تجهز السفرة وحاجات زي كده، وأنت عارف في مصر يعني الرجالة مش بتساعد قوي. دي حقيقة ظروف والله، بنشيل وبنحط من على السفرة يا ريس وناكل، وفي بعض الأحيان بنغسل الأطباق كمان في الآخر ما بيتشافش عندنا كلنا ماشي في كل بيت. فالمهم فهم بيكونوا شوية عرضة أكتر إن هم يعني يزيد وزنهم، يعملوا إيه؟ يعني في أي نصائح معينة؟ ممكن حاجات تدريبات في البيت أو أكلات معينة أو مثلا شرب حاجات معينة؟ أول حاجة أنا هنصحها فعلا الستات حرقها موست بروبلي بيكون اضعف من الرجاله، فهي
اي حاجه بتعملها غلط على طول بتبان عليها خلاص. فده دي حاجه خلاص احنا مسلمين بيها كلنا يعني دي سنه الحياه. فاحنا ننصحهم في الاختيار زي ما احنا لسه قايلين من شويه بنعمل فلاش باك ننصحهم في الاختيار. يعني يا سيدتي لما تيجي تفطري ما تمليش طبقك على الاخر. حضرتك عامله مجهود جبار يخليكي تحرقي دهون بشكل كويس جدا قبل الفطار. حضرتك عامله مجهود جبار جبار. وقفه المطبخ دي في الحر والصهد والمالتي فانكشن بتاع الدماغ ان انا اسوي ده واعمل ده واشيل ده ولو في ولاد وفي ستريس. فانا عايز استغل ده ان انا احطه في 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 التراك الصح ان هي بقى اذا كملت كده لان المساله مساله نفسيه بحت. وهي نفسية هي هو رمضان صح. هو رمضان ارتباط نفسي ارتباط نفسي بالاكل. انا ليه بروح اعمل شوبينج برقم كبير جدا عشان احطه على ترابيزه السفره ده؟ فيا فندم ما تحطيش ده طبقك. البورشنز اللي هتشبعك وكويس بلاش عصاير برضو. بلاش عصاير دي برضو انسولينك. انا عايزه التصريحات حاجه بتقولها دي في غايه الاهميه يا جماعه بليز تنزلوها لنا استرابات لو سمحتوا. يعني العصاير برضو حضرتك من الحاجات المضره. وندي الناس برضو اوبشنز عشان برضو ايه ما نخنقش على الناس قوي. واحنا مش بنديها حلول على فكره. بيبسي الدايت احسن مليون مره من البيبسي العادي. ومش عايزين نتطرق لقصه بجد الصودا بجد. اصل دي نقطه برضو مهمه. في ناس تقول لا في ناس تقول ده زي ده صح. انت بتسمعها؟ انا عشان مش بستطعم ما بحبش طعم الدايت عموما. اي مشروبات غازيه بطعم الدايت يعني او بتبقى بتكون دايت ما اعرفش. انا بستغرب حتى اللي بيحبوا طعمها. بص يا استاذ كريم خليني اقول لك على حاجه. المساله دي في الاول بعد كده هتعتاد عليها. لان حضرتك حابب لو حد بيحب البيبسي فهو حابب الماده بتاعت البيبسين. ما تيجي نقول مشروبات غازيه. مشروبات غازيه عشان ما يبقاش بس احنا ده غرقنا الدنيا اعلانات احنا. لا سوري صح. احنا يعني بنتكلم على الماده. هو ده اسم الماده نفسها بالمناسبه يعني مش قصدي على المنتج. بيبسين. ماده البيبسين. خلاص الماده دي احنا بنحب طعمها. فموضوع السكر ده الراشنج بتاع السكر ده حضرتك بعد اول اسبوع هتتجاوز الموضوع. وموضوع فعلا الصودا الدايت هو السكر فيها ده سكر محلى مش سكر. وعلى فكره الحاجات دي خاضعه لوزاره الصحه العالميه خاضعه لمليون اختبار مستحيل بنسبه 1% ان هو يبقى غلط. خلاص لان دي مش مساله دوله دي مساله عالميه دي اورجانيزيشنز. واحنا خلينا نقول ان في ناس ما بتحبش الصودا كتير فخلينا برضو نديهم اوبشن تاني. يا جماعه ليموناتا بسكر دايت متحليه بسكر دايت بنعناع بتلج. اوكي يعني بالبلدي كده شفشق. خلاص يتحط نروي بيه عطشنا وناخد برضو منها الاملاح والمعادن اللي الجسم عايزها. وبرضو ايه ندي المعده بس ايه بريك اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الاربع خمس دقائق ده. هو مش الليمون بالنعناع بيعمل مشاكل عند نوع معين من البني ادمين اللي عندهم كعبلات في المعده؟ طبعا قرح معده التهابات في جدار معده. مظبوط طبعا 100%. وعشان كده برضو ارجع لحضرتك واقول لك الليمون ما يبقاش كتير. أوكي. يعني فعلا انا كنت راجع لحضرتك اقول لك الليمون يبقى النعناع اكتر من الليمون. اوكي خلينا برضو نتطرق ان الناس اللي عندها المشاكل دي برضو في عصاير كتير من الانواع التانية من غير ما ندخل في التفاصيل برضو هتسبب لها المشكلة. فهو اساسا الناس اللي عندها مشاكل في المعدة بس ذات القرح هي مية يبقى بننصح في الحالة دي مية بس. وندي المعدة البريك ده لان ده برضو مهم جدا. وبعد كده نرجع تاني لان عنده مشاكل المعدة لما بيجي يعمل استرس الريسك بتاعه بيتضاعف عننا احنا الطبيعيين. بيتضاعف جدا. حضرتك لو اكلت اكلة كبيرة يعني تقلنا شويه وحضرتك ارتحت ساعه 2 3 مش لاقي نفسك برده مرتاح ممكن توصل معاك ان حضرتك مش عارف تتصحر. ما هو ده نتيجه ان انا عملت عليها ستريس زياده عن اللزوم قوي.